حاولت دائما الالتفاف على صلاحيات القضاء بإدخال صلاحيات رفع السرية المصرفية على قوانين من تبييض الأموال ومحاربة الفساد اللي لحتى من خلال هذا القانون مطلوب ترجع لهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان لتقدر ترجع تكشف السرية المصرفية. فكأنه جانا فتنا بنفس المشكل، الصلاحيات عن مصرف لبنان هو الوحيد اللي بترأسها طبعا هيئة التحقيق الخاصة بترأسها رياض سلامي.